مثل هون هلا بدنا نيجي نحسب المعادلات المختلفه. راح نيجي نقول اول شيء بدي اطلع، انا هدفي اطلع تاو تبعت المحرك بالنيوتن متر، وعلى فكره سرعتها راح تكون على هاي السرعه تقريبا او اقل شوي. عندي اوميجا هاي سبيد شافت حتكون 149.2 بالعشرة رادس بير سكند. هي الصحيح لما بستخدم فيربل سبيد درايف رح انزلها شوي، لانه هذه السرعه هنا بتطلع 3.75 وانا بدي هون مش محتاج غير 3.5، بس احنا بنحسب حساب تقريبا. اذا هلا بدي تاو للماسز، وتاو للماسز ريفير تو ذا هاي سبيد شافت بيعتمد بس على ام ال، مضبوط؟ ام ال حطينا قيمتها مش هيك؟ قديش كانت؟ 100 كيلوغرام. 100 كيلوغرام في جي اللي هي 9.81، بعدين بدي اضربها بساين 15 درجه، مزبوط؟ فصار عندي هلا هاي الوزن تبعها رح يكون 100 في 9.81، ساين ال 15 رح تعطيني الكومبوننت اللي بهذا الاتجاه. هلا هاي بدي احولها لتورك، فراح اضربها في الراديوس اللي هو 1 متر، بعدين بدي احولها، هاي صارت تورك على اللو سبيد شافت، حتى يتحول للهاي سبيد شافت رح اقسمه على ار جي واقسمه على ايتا فورورد. ار جي عندي 40 وايتا فورورد كانت قديش؟ 0.75 مش هيك؟ وهذا رح يطلع معي الجواب بالنيوتن مترز اللي هو المفروض بيطلع 84.60. قديش بيطلع 84؟ 84 ولا 8.46؟ خلينا نتاكد هون. عندي انت بتقول انه 84.6 مضبوط؟ انا طالع معي 8.46، يا انا غلطان يا انت غلطان. هذه 100، هاي 1000، 1000 على 40 25. تاكد من الرقم. قديش؟ 8.46. اذا هاي هذا التورك اللي بدنا اياه للماسز. بنطلع على الاكسلريشن، هلا بدنا الفا، بدنا نطلع الفا هاي سبيد شافت بناء على A مش هيك؟ فالفا هاي سبيد شافت بتساوي A اللي كانت 2. هلا 2 بدي اقسمها على 1 تعطيني راديانس بير سكند على اللو سبيد شافت، وباي دافيش بضربها في 40، ف 40 في 2 80 رادز بير سكند سكوير. هي صارت عندي الفا. شو بدي الاقي الان؟ اي ايكويفالنت، واي ايكويفالنت على الهاي سبيد شافت بدي اخذ فيها بعين الاعتبار هاي وهاي وام ال وام بي، مزبوط؟ ومش بعطيك انا شيء لهون، اوكي؟ مهمل هدول، معتبرهم مهمل، يعني عاده بكونوا صغار بالقيم. رح ناخذ هدول الاربعه، هدول الاربعه بيساووا اول شيء راح احسبهم بالنسبه لللو سبيد شافت، فهم 10 10 زائد 10، هدول التو شيفز، او هو مش شيف الصحيح، هذه بولي مش شيف. انا هون ما لازم اقول اس اتش، لازم اقول بي. الشيف فيها جروفز محفوره ينحط فيها حبال، هاي مش هاي بولي املى السطح. 10 زائد 10 ايش بعدين عندي؟ عندنا ام ال اللي هي 100 كيلو زائد 20 كيلو، ففي عندي 120 كيلو، راح يبينوا كانهم نقطه ماس مركزه في نقطه على هذا الراديوس اللي هو 1 تربيع. هلا هدول صار عندي موجودة على اللو سبيد شافت، بدي احولهم على الهاي سبيد شافت، فراح اقسمهم على ار جي تربيع، واقسم على الافشنسي فورد افشنسي اللي هي 0.7. طيب هاي بتصير عندي 120، و20 بتصير 140 على 1600 على في على 0.75، فالمفروض هاي بتطلع معي 0.116 بيريود كيلوغرام متر سكوير. صار عندي هلا هذا جاهز وهذا جاهز وهذا جاهز، بضرب الفا في اي واجمعها لتاو ماسس، مضبوط؟ فبصير عندي تاو تبعت المحرك ريكوايرد بتساوي 8.46 زائد 80 اللي هي الفا مضروبه في 0.116 بيريودك، المفروض يطلع معي هذا الجواب انا بيطلع معي 17.79 17.8 متاكد؟ مضبوط. هلا هون اختلف عن المره الماضيه، اختلف اختلاف كبير. شوفوا الكومبوننت هذا، هذا تقريبا 8.5 وهو طلع معي
فهذا الجزء اكبر من هذا الجزء. وعاده بشكل عام انا ما يعني ما اثبتهاش او ما دخلناش فيها، بس اذا قدرنا هاي تكون مساويه لهاي يكون عندي الاوبتيمم، المحرك مور اوبتيمم حجم، يكون عم نختار شيء مور اوبتيمم، ما يكونش هذا اصغر بكثير من هذا او العكس او هذا اصغر بكثير من هذا. اذا هذه 17.8 نيوتن متر. نحسب الباور، الباور تبعت المحرك رح نضرب هذا التورك في هاي السرعه، فراح يكون عندي الباور تبع المحرك الاوتبوت ميكانيكال باور بتساوي 17.8 مضروب في 100، خلينا احسبها 149. انا عارف هي 100، احنا كنا يمكن نشغلها على 140، بس لو ضربنا هذول الرقمين قديش بيطلع معي الباور بالواتس؟ بيطلع 2652. 2600 تقريبا 50، نقول 2.6 كيلو وات، محرك 2.6 كيلو وات منطقي يعني كبير شوي بس منطقي لهذا الحجم منه.